شارك معكم في الموضوع. تفضل. ايه انا صار لي نفس المشكل، تزوجت في 2016 وكنت لاباس بيا، وكنت مع يما لاباس، وكانت تحبني وكانت توجور يعني علاقة طيبة. علاقة أكثر من طيبة، علاقة الأم مع ابنها. تفضل. أي حتى جاء نهار اللي تزوجت فيه ودخلت المرأة وأنا ساكن مع دارنا. إيه جات من نهار تزوجتي ما تبدلت معايا. كيفاش؟ تبدلت ولا تتغير، تقول لي ما وليش تحوس عليا، تشوفني زعما خرجت مع مرتي ما يعجبهاش الحال، تولي ولا تتشنف، ودي فوا نشري لك شي حاجة لمرتي ولا هي ما يعجبهاش الحال. بون كنت نشيلها قبل ما نتزوج، بصح كي تزوجت الله غالب كل واحد وظروفه. هي العلاقة ريحتها قدام تهورة، دائما مشاكل مع مرتي، دائما صور دخلت لي في حياتي. يعني مشاكل مع المرأة ونفس الوقت مع الأم. أيوا غيرة هي من مرتي ولا تغير، لا تقول لي أي ما كانش كانت معاك مليحة دوك تبدلت، دي فوا أنا ما كنتش في الدار تسمع حضرة لمرتي وانتيا ولاش ما ديريش هادي، وليدي كان كي كان براسو كان مليح، ما كان كان هايل كان معانا. فهمتك خويا، شكرك على الاتصال تاعك، وراح نحاولوا نعطيك بعض الأجوبة اللي ممكن تفيدك وتستفاد منها وتطبقها مع الزوجة والأم. يعني أنا راني نشوف باللي مشكل الوالدة ديالو الغيرة، يعني مش الغيرة، هو جاب مرأة عايش مع دارهم، أمه صارت يمكن تحسها منافسة ليها. خلينا نسموها حب، خلينا ممكن نسموها منافسة حب. نو اي واش راني نقول لك باللي الزرع الفكري زعما هي في بالها باللي المراه هذه جات ذات الاهتمام، لازم الحاله الاقتصاديه هي اللي صارت للزوجه. صح، لازم الحاله الاقتصاديه تبدل، كل حاجه تتبدل، كل حاجه تتبدل. كيفاش لازم نفهمه؟ جات مراه واحده اخرى كامل جات لعندك، باسكو هاد العجوزه اللي تقول باللي جات مراه بدلت، هي ثاني كان عندها بنتها وراحت لدار واحده اخرى بطبيعه الحال. ايه فيزيغ سا، دونك لازم نتحكموا في الموضوع. في الموضوع اون بلوس الدنيا تبدلت اليوم ثاني حبينا ولا كرهنا، ما انا يعني في الجيل الجديد احنا ثاني البنات تبدلنا. صح، تبدلنا كومبليتمون، ما ناش كيما تاع بكري. ما نحبوش لا كريتيك، ما نحبوش لا نصائح، مرات نصيحه نشوفوها كانك كريتيك، ما نحبوهاش. ما تحبينيش ولا تاذيني بنصيحتك، ما نسحقش نصيحتك علاش نصحتيني ما طلبتش. ولا تقول لك مانيش عارفه ديري مليح في بالك يا بنت الناس باللي هاد المراه اللي كتقول عليها عجوزتي هي اللي جابت لك هذا الراجل باش تزوجتي به. كيلكو سوا اكس لازم، علاش قلت لك عاش من عرف قدره، دونك سي ان سوجي تري فاست اللي ماشي حيخلص لو سوجي هذا. وهنا لازم كل وحده تفهم باللي سنه الحياه، سياسه الحياه، الاستمراريه، ماشي باسكو انت عندك راجل، انت اللي جبتي الراجل هذا راك حتزوجي، تما انت راكي في اون بوزيسيون دو فورس، والطفله اللي عندها بنتها حتزوجها راهي اون بوزيسيون دو فورس. وخلقناكم من ذكر وانثى، ربي سبحانه ما قالش وخلقناكم من ذكر وذكر ولا من انثى وانثى، دونك